تقدم الشيخ أحمد المازوني، والكساسبة الشيخ محمد النمس، والشيخ الزين في خاطرك أحمدات هدية لك حبيبي الشيخ الميلود ونسف يالار خاطر حبيبي عبد القادر بوسنة. طلبتك يا عظيم الشان يا رحيم ويا رحمن، بجاه النبي العدنان رضي لي والدي، بجاه مول الفرقان محمد شارح الديان، بجاه العشرة العيان. ثم طلبتك يا قدير رضي لي والضم الخير، نبغي نبشر بالتحرير ننجى من هم الدنيا. يا غافل اسمع نوصيك، نبغي طيع الوالديك، الهم يفوت ويخطيك تنجى من كل بلية. قصة رجل يا الاسياد قالوا عن ذو ربع اولاد، عن ذو رزق بلا عداد اكبر واجز في الدنيا. قصة رجل يا الاسياد قالوا عن ذو ربع اولاد، عن ذو رزق بلا عداد اكبر واجز في الدنيا. اولاده واهله كرهوه ثم على الدار يوصوه، ولا يغفل يضربوه شبعان هموم قوية. الرابع كي كان صغير ما عنده كيفاش يدير، اكبر واتلهم للخير قال انا نحظي بويا. شور القاضي ثم اداه حين الحق لي هنا به، قام القاضي قال علاه فقال له دير مزيا. شور القاضي ثم اداه حين الحق لي هنا به، قام القاضي قال علاه فقال له دير مزيا. جيتك قاصد يا سيدي نبغي وفي مرادي، سلكني من حسدي وندي في حقي بويا. جيتك قاصد يا سيدي نبغي وفي مرادي، سلكني من حسدي ندي في حقي بويا. عاد القاضي متحير ارسل للخوت وحاضر، اتقدم الاول واحضر قال اكتب وغصب لي. كي يهدر هو وعلاه يا كل مال احنا درناه، حتى ربي زاد عماه ما يخزر حتى حيا. غيري روح يخطينا من نورانا من لينا، زادوا كرهوه انسانا يتكلم بالدنيا. قال صغيرك تم قال خوتي يدو كل المال، في بوهم ما كان سوال في الأخيرة والدنيا. برهم ببهم أغلب له قال صغيرك تم قال خوتي يدو كل المال، في بوهم ما كان سوال في الأخيرة والدنيا. ذاك الولد الله أعطاه للصوق يحمل بابه، يا ولدي ذا الشي وعلاه نطلب من عال العليا. خاطر الوالدين وفي خاطر طيع الوالدين في كل بلد. ذاك الولد الله أعطاه للسوق يحمل بابه، يا ولدي ذا الشي وعلاه نطلب من عال العليا. نطلب مولانا القادر غدوة في الجنة تعشر، بجاه النبي الطاهر محمد سيدر قيا. نطلب
ثم الرب القادر غدوة في الجنة عشر بجاه النبي الطاهر محمد سيد رقيق في طرف السوق يخليه والشياب يدور به كي يخرج يدهم يديها يا نغدو أبو يا وي في طرف السوق يخليه والشياب يدور به كي يخرج يدهم يديه هيا نغدو يا ابو يق يطلب ابيه الشياب عونوني في ذي الشباب ما يراه وللعذاب في الاخره والدنيا والله يسلك المؤمنين الاخير